يقول: أو امرأة لم تصم رمضان لعذر الحمل وأدركها رمضان بعده ولم تصمه لعذر الإرضاء، ماذا عليها؟ وإذا كان الإطعام فهل يجوز أن تقتصر في إطعامها على مجموعة من الناس تكرر عليهم الإطعام؟ ليس عليها إطعام، عليها القضاء فقط. إذا كانت تركت القضاء بين الرمضانين لعذر لم تتمكن بسبب الرضاع فليس عليها إلا القضاء بعد رمضان الجديد، تقضي ما عليها من رمضان القديم ويكفي هذا.